من مراكش نتعرفوا على اهم الاقتراحات اللي غادي توجدينا اليوم في شهوات لاله مولاتي. صباح الخير لطيفه. صباح النور لاله. كصبحتي على خير؟ بخير الحمد لله. الحمد لله الله يبارك فيك. كل شيء على خير، مرحبا بسلامك. ايوا تحيه حاره لجميع المستمعين الكرام. بارك الله فيك، نتمنى تكون على خير وشكرا لك بزاف على المشاركه ديالك وعلى تواصلك الدائم في البرنامج. الله يطول عمرك لاله، بارك الله فيك. نبداو على بركه الله، شنو اقتراحاتك اليوم؟ لاله راه جبت لك شهوات بلديه. اييه. شهوات عصريه. اييه واخا. شويه هكا وشويه ان شاء الله. يلا. على بركه الله بسم الله. تفضلي. غادي نبداو بعدا بواحد لابيس مونتي. تقدم في الاعياد، في المناسبات، في اعياد الميلاد. وبسيطة في الثمن وسهلة في التحضير. ايه واخا. يلا بسم الله. نبداو لاله ب مقادير؟ مقادير ايه كاين، غادي نعطيك ثلاثة ديال الأصناف. أولا العجين. ايه. العجينة لاله 100 غرام ديال الزبدة، 200 غرام ديال الدقيق أو الدقيق. ايه. شوية الملح. ستة البيضات كبار أو لا سبعة صغار على حسب الحجم ديالهم. ايه. كانوا صغيورين نديرو سبعة، كانوا كبار نديرو ستة. إيه. جوج كيسان ديال الماء ديال العنبة. صافي هادو المقادير ديال العجين. ديال العجين. صافي هما بوحدهم. نمشيو ثانيا الحشوة. الحشوة غادي نديرو اون كخيم باتيسيير طبيعية. إيه. نديرو كاع المواد الاصطناعية نديروها طبيعية. غادي نحتاجو لالا 200 غرام ديال السكر كلاص. 75 غرام ديال الدقيق. ايه. جوج بيضات، نصف لتر ديال الحليب، نصف لتر ديال الحليب. باكيت ديال لافاني وشويه النشا اختياري اللي عنده يديرو، اللي ما عندوش ما ماشي زعما ضروري، الا كان من الافضل ما كانش واخا. وبطبيعه الحال راه النشا الناس راه تيعرفوا دابا بان راه تطحني الرز، اذا ما عندكش النشا تطحني ذاك الرز البلدي تيولي بودر وراه تيجي في مقام النشا. يعود النشا. كيشي شويه منه غير باش يخطر اكثر. باش يعقد لنا هذاك الكريم باتيسي. ما هو راه كيتعقد ماشي زعما مشكل، كيتعقد غير هذا تيزيدو تيسرعو، تيسرع ديك العمليه دي باش تولي كريم باتيسي. واخا، دابا عندنا المقادير ديال العجين والمقادير ديال هذه الحشوه ديال الكريم باتيسي. مقادير ربع كيلو ديال الشوكولات يكون من نوع ممتاز. شويه ديال الكراميل. غادي تهيئي، غادي نعطيك الطريقه باش كاس ديال الماء مع كاس ديال السكر مع شويه ديال عصير الحمض. واخا. هذه الطريقه، هذا المقادير ديال الكراميل. وغادي نحتاجو لالا لي زاموند افيلي، يعني ذاك رقائق. ايه رقائق اللوز. صافي هادو هما المقادير، راه حصلتهم على ثلاثه باش يبقاو معنا. ايه باش يجيونا ساهلين. واخا. صافي. نمشيو للطريقه، تفضلي. يلا الطريقه بسم الله. صحن الكاسرونه وضعي الماء والزبده والملح. سمحي لي على الصوت راهي انا شويه ما كان حتى مشكل. تفضلي. لا لا الحمد لله كلشي واصل. اذا قلنا غادي توضعي الماء والزبده والملح، رديهم على العافيه متوسطه، وسط تكون ما ما مجهده بزاف ما ما خفيفه حتى تغلى هذيك العناصر. من تغلى من بعد غادي تزولي الكاسرونه من النار، غادي تحيديها من النار. وغادي تزيدي الدقيق بشويه بشويه مع التحرك، ما توقفيش من التحرك. حركي تحركي حتى تندمج هذيك العناصر. عاودي ردي الكاسرونه على النار ثاني من دوزيام فوا. وحركيها بمغرفة العود بالجهه منه، التحرك يكون بواحد الشكل سريع. حتى تولي العجينه كتقلع، كتقلع من القاع ديال الكاسرونه. يعني كتحسي على اون بوتاشيون. صافي. وخارج النار، شوف كيف تنأكد، خارج النار غادي تزيدي البيض وحده من ورا وحده. وانت دائما كتحركي، ما توقفيش في التحرك باش تكون لابيضه كتدخل في العجين بشوي بشوي. اذا غادي تبقاي كتحركي مزيان هذاك الخليط حتى يندمج لك العناصر كلها هي. غادي توضعي هذاك الخليط على شكل كويرات في الطاوله بطبيعه الحال مدهونه، ومن الاحسن يكون ذاك البابيير مفرش فيها، من الاحسن بابي دو كويسون. غادي توضعيه على شكل كويرات بالبوشيت. ايه نجي بحلواني. بالبوشيت، والناس اللي ما عندهمش البوشيت راه يمكن هي واحد الميكا عاديه بيضاء قطعها من الجنب بالمقص، وراه كتقوم بالمقام ديال البوشيت فعلا. وغادي كيف ما قلنا غادي تكون الطاوة مدهونة، ولا من الأحسن تلقى لك القاغيط. ندير البابشيت. اللي سميتو الكويرات وحدة وحدة وحدة. ولكن الملاحظة المهمة هي أن الفران خصو يكون سخون من قبل.
ومنين تحط فيها هذا السميتو ما تسديش عليه كله، بقى من الفه شويه عليه الوقت اللي كتجي تحلي تطيح لك الحلوه. يعني تخلي واحد شويه من الفه وتوقفي حضاره غير 10 دقائق تقريبا، حتى كاع نقولوا كاع اقصى هو 15 دقيقه، ما هي 10 دقائق تيطيبوا. وتكوني واقفه حدا عليك تكوني من الفه شويه الفران الفران كالي كالي ديك الدفه مثلا الدجاج كاليها بشي حاجه ثقيله وخليه شويه من الفه غير شويه يدخل، المهم يدخل الهواء للفران. واخا ندوزو ثاني دابا لاكريم. غادي تخدمي السكر والبيض ولافاني مزيان حتى يروي الخليط، غادي تزيدي عليه الدقيق بشويه 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 مخلوط مع داك النشا الا كان موجود عندك النشا، زيدي بشويه 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 انت كتحركي وانت كتحركي، عاد زيدي عليه الحليب يكون غليان ماشي بارد غليان، غادي تعاودي تردي هذاك الخليط على العافيه مع التحرك حتى تحصلي على الكريمه، عمري بها هذوك لي شو الشرطاب ومصبين مثاليين دوك الكويرات، غادي تفتحيهم بالمقص باش يجيوك ساهلين، فتحيهم بالمقص للجانب وديري الحشوه بسميتو بالبوشيط ولا بشي معلقه صغيره الا عندك الراس ديالها صغيره يمكن تقضي الغرض. نجيو دابا للمونتاج. المونتاج غادي تاخذي واحد التوصيل متوسط دائري وغادي توضعي وسط منه بالنسبه للمبتدئ الاول نوبه باغي يديرها، غادي توضعي وسط منه واحد الزلافه كبيره كبيره او اللي يصابوا واحد الهرم من الكرتون. ايه هرم من الكرتون بس كان ذاك الشكل ديال الليكون. غادي تدوري عليه لي شو وبداي كتلصقيهم بوحده ولا وحده بحده وحده وحده بالكراميل، ذاك الكراميل الدور ديالو هو انه بيلصق لي شو. غادي تدوري وحده الدور الاول والدور الثاني وانت غادي تطلعي وغادي تحصلي على اون بيس مونتي طالعه ياك. ملي كتكمليها كتزوقيها بالخطوط ديال الشوكولات اللي مذاب بطبيعه الحال في الباماغي وكتدردري عليها اللوز ايفيلي وبالصحه والراحه. فعلا الله يعطيك الصحه، دي كيف ما قلتي مناسبه بالنسبه لوليدات هكا في اعياد الميلاد ولا حتى هكا في ال... اي انا كنت زعما تنتحرى باش نعطيها لكم قبل من عيد المولد النبوي باش يصابوا هاد النساء في هذا عيد المولد النبوي، ولكن الخطوط كانت مشغوله ما لقيتش كيفاش ما كاين بس المهم ان شاء الله ايامنا كلها اعياد هادشي اللي كاين الحمد لله. وغادي يدوز ان شاء الله كي قلتي المعياد كي قلتي عيد الميلاد ان شاء الله الا ما لقاونا شي مناسبه ان شاء الله. ايوه تقبلي بها مثلا شي عروسه اول نوبه. ايوه فعلا بزاف المناسبات فاش ديريها وراه زوينه، راه كاينه الصوره عندي. يلا يعطيك الصحه وبسيطه انت شتي حتى المقادير راه ماشي هي غير شويه الطريقه ديال الا استوعبتيها مزيان راه دغيا تتفاهم ماشي. ايوه واخا يلا بالصحه والراحه. تفضلي ناخذوا اقتراح ثاني. اقتراح ثاني غادي نعطيه لك بلدي راه قلت لك شويه بلدي وشويه رومي. غادي نعطيك انا الطنجيه بالفواكه الجافه والتمر مهيئه في المنزل. كنعرفوا دابا المشكل ديال الفرنات شي ما بقاش في الا في المدن العتيقه. دابا نعطيك باش تقدميها تهيئيها في المنزل ولكن بالشرط يكون على الفحم يعني على الفخر، ما طيبش في الكوكوت وما طيبش على بوطاكاز، طيبها على الفحم تجي كتشبه على هذيك ديال الفرناتشي. المقادير بالنسبه ل 10 ديال الناس غادي نديرو من 2 حتى 3 كيلو ديال اللحم الغنمي او الملز البقري، 150 غرام ديال السمن المذوب، تقول لي بعض المناطق تقول لي الحلو السمن المذوب، معلقه صغيره ديال الزعفران حر، معلقه صغيره ديال البزار الابيض، جوج معالق صغار ديال راس الحانوت، أربعة ديال العواد القرفة، 250 غرام ديال اللوز مفسوخ، 100 غرام ديال القرقع نمسحو ونديرو غير نصاص نمسحو هكاك وتقريبا قولي زلافة ديال التمر بوسكري هي فوت شوية من ربع كيلو قل من نص كيلو بحال نقولو تقريبا 350 400 يعني المهم زلافه ديال التمر بوسكري راه يقل من كيلو وكثر من اكثر من ربع كيلو، نص كاس ديال العسل، ثلاثه البصلات مسلوطين رقاق وكاس ديال الماء، هادو هما المقادير. واخا ندوزو للطريقه ولا نعاود؟ اي الا سمحتي نعاودو. يلا جوج او ثلاثه كيلو ديال لحم الغنم او الملز البقري، 150 غرام ديال السمن المذوب يعني السمن الحلو، معلقه صغيره ديال الزعفران حر، الملح، معلقه صغيره ديال الابزار، جوج معالق صغار ديال راس الحانوت، ربعه العواد القرفه،
250 غرام ديال اللوز الفسوخ، 100 غرام ديال القرداع، اقل من نص كيلو كيف قلنا ديال التمر البوسكري، يعني زلافه هو داك التمر الخضر القاصح هو البوسكري، نص كاس ديال العسل، ثلاثه البصلات مشوضين، كاس ديال الماء، كاس ديال الماء وضروري يعني تنؤكد على الفخر. اذا الطريقه في الدوره مزرعه كبيره، غادي تضعي كاس ديال الماء مع التوابل، وغادي ترقدي فيه داك اللحم على الاقل واحد الساعه الا ما كان اكثر، باش يتشرب باش يتشرمل مزيان داك التشرميله ديالته مزيان، تيبقى في ديك الطاوه تيتشرمل في نفس الوقت. ديك الساعات غادي تردي على النار، وغادي تضيفي السمن والبصل والبصله واللوز، اللوز هكاك مفسوخ، وخليه يطيب على الفحم على خاطره. من بعد لالا منين يطيب اللحم غادي تحلي الطنجره، وغادي تضعي فوق من اللحم تمر. التمر غادي نعطيك جوج اقتراحات، الا بغيتي الوصفه التقليديه المحضه كان التمر غير تيتمسح وتيتحط هكا صحيح، ايه، واللي ما بغاش ممكن يفورو في الكسكات لان هو قاصح ما يتحلكش هكاك، تتفوري اولا في الكسكات وكتفقي كل وحده على جوج تحيدي لها العلف. ولا بغيتي تخلي صحيح انا قلت لك تتمسحي بشويه الماء الزهر وتخلي هكاك صحيح. يعني غادي تضعي كي قلنا فوق من اللحم هذاك التمر والقرقع، وغادي تفقي هذاك الشيء كله بالعسل، وغادي تشوفوا منهم دوك عوات القرفه، وخليه يطيب مده نص ساعه بلا ما تغطي الطنجره هاد النوبات، خلي الطنجره منفسه شويه. ايه. وغادي تخلي هذاك الشيء حتى يتحمر ويصبح كلشي قهوي. بعد لاله غادي تقدمي اللحم فوق منه التمر والفواكه والمرق في الجوانب، وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة. وعندك حتى الطريقة إلا كنتي بغيتي تصيفطيها للفرناتشي بحال دابا مراكش وفاس وداك الشيء، إييه، وكيلات وداك الشيء باقي فيه الفرناتشي، غادي توضعي هذاك الشيء كله كيف ما قلنا في مرة واحدة، ولكن قبل ما توضعي في الطنجية ديري في التحت كاع ديري شي شوية العظام باش ما تلصقلكش اللحم، وديري شي جوج بصلات تقريبا هكاك صحاح في القعر ديال في التحت ديال الطنجية ديال وتقضي في هذه الحالة، لأن ما بقيتش غادي تشوفي الفرماتشي كتوضعي العناصر كلها في دقة واحدة. إي مباشرة يعني نديرو اللوز والتمر واللحم وكلشي. والعسل من الفوق كاع تتفكها من الفوق كاع بالعسل وكتسديها وتصيفطيها للفرماتشي. الله يعطيك الصحة، شهيتينا في الطنجية تبارك الله عليك. وكيف ما قلتي بارك الله فيك، وكيف ما قلتي على الراس والعين. لا خطاك الله يعطيك الخير. وكيف ما قلتي هو من الأحسن وأنه كطيب على الفخر إلا ما كانش فرماتشي، يعني كتجي نفس الطيبة تقريبا. أي الفخر كي قلتي وتعطيها الخاطر تجي ممتازة، عرفتي إلا درتيها بالضياف زعما شي هو تتحمر لوجه. إييه الله يبارك فيك. باقي جوج تشهيوات، وحده بلديه وحده روميه باش نبداو. واخا عندي ان ديسير وباقي عندي الزيتون المقلي. ايه واخا نبداو بالديسير. ديسير يلا. الديسير انا لا غادي مع مقادير، غادي ناخذ علبه ديال البسكويت، هذاك البسكويت ديالك داك المدور العادي. ايه باش نقول الاسم ديالو. ايه داك المدور. مدور ايه مدور. غادي تاخذي معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، معلقه كبيره. ايه هي سريعة ديال القهوة سريعة الذوبان، علبة الفرماج ريكوتا، هذا ما يمكنش ما نقولش سميتها ريكوتا، علبة شوية ديال الزبيب قياس الحفنة هكاك في يديك، حفنة تقريبا ديال الزبيب، شوية ديال القرقع مهرمش تا هو حفنة تقريبا، وشوية يكون الفاص للتزيين. إيه كاس ديال عفوا كاس ديال الياغورت بنكهة الفاني، كاس ديال الياغورت بالنكهة ديال الفاني. صافي هادو هما المقادير، هو تيجي زوين. إييه غنصور وحطيته في الزيت. الطريقة هادي لا يربي اللي حطيته هو الطنجية ما عاد غادي نحطو إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، علينا عيانا شوية. ما كاين حتى مشكل. الطريقة غادي تطربي هذاك الفرماج مع الياغورت. غادي تطربيهم مزيان حتى يتجانسوا، ما يبقاش ذوك الحبيبات ديال الفرماج. إذا كان عندك كاع باطو غير لك خيك حسن. المهم كطربيهم حتى كيتجانسوا، غادي تزيدي عليهم القرقاع المهرمش والزبيب، وهذاك الزبيب الحق قطعيه ديك القرادات القزبر قطعيه رقيق، ما يخليش هكاك صحيح. يعني القرقاع مهرمش وزبيب مقرد رقيق. اييه مقرد رقيق يعطيك الصحة. غادي تاخذي لالا خذي القهوة وغادي تذوبيها في كاس ديال الماء سخون، كاسين صغير ديال الماء سخون مع شوية السكر باش ما تجيش مرة بزاف، شوية السكر. غادي تاخدي غادي تغمسي كل بسكوي في هذاك القهوه ياك. ايه
ولكن بسرعه دغيا تهزي لان دغيا تيشرب القهوه تيتفرتت يعني غير دغيا بسرعه غمسي وهزي بالفرشيط وغادي تضعيه في القعر ديال دوك لي كوب الصغار دوك الزليفه اللي كديرو ديال خزو ولا فاش ولا عندك لي كوب صغيورين عندك كوب تقديم ديال خزو دوك ديال الزليفه ديال خزو شفافين يكونوا ديال عاديين غادي توضعي هذاك البسكويت في القاع ديال كيف ما قلنا ديال هاد لي كوب غادي توضعي فوق منه شويه الكريمه اييه الكريمه جبن مع ياغورت مع زبيب مع الكركاع غادي تسرحي داك الوجه ديال داك البسكويت تسرحي عليه هذيك الكريمه وغادي تعاودي ثاني من فوق من هذيك الكريمه تزيدي بسكوي اخر حتى هو مغمس بنفس الطريقه في القهوه القهوه ياك لاله دابا عندنا بسكوي كريمه بسكوي اييه ومن فوق ما داك البسكوي الثاني غادي توضعي في الوسط ديالو شويه ديال الكريمه ثاني بالمعلقه غير شويه فوق المعلقه وغادي تلصقي عليه داك النص الكركاعه اللي قلنا صحيحه يبقى نصاص نصاص وقولك ساعه من بعد غادي توضعي هذوك لي كوب في الثلاجه وتقدميهم ديسير بالصحه والراحه اييه ديسير خفيف وسهل وكيف ما قلتي يعني ما فيش بزاف ديال المقادير ما فيش غير تصاوبيه ومندروج جميل اييه تبارك الله عليك نمشيو لاخر اقتراح من عندك قلتي لنا اخر اقتراح لا غادي نرجعو ثاني للبلدي غادي نعطيك الزيتون المقلي اييه غادي راه وصفه قديمه بزاف ديال الجداوات وماذا بينا نتعرفوا على يعني الاقتراحات والشهوات القدام اييه يعني قلت لك عطيت لك شويه اييه الله يبارك فيك نرضيو جميع الفئات هادشي اللي كاين المقادير لاله جوج زليف من الزيتون المفرشخ اييه كنقولوا في مراكش المفرشخ الرباط تيقولوا لي نفس لاله راس ديال الثوم صحيح ماشي الضرس الراس إيه يعني كركوبه ديال الثومه كامله الثومه هي ما تكونش كبيره بزاف إيه تكون ديك البلديه الصغيره البلديه تيكون صغيور وحمر ديك الثومه الحمراء راه فيها فوائد كثيره معلقه كبيره ديال الفلفله مطحونه حمراء إيه معلقه صغيره ديال الكمون لان هذيك كبيره وهذي صغيره معلقه صغيره ديال الكمون الملح عصير نص حمضه شويه الحرور اييه نص كاس ديال الزيت مخلطه يعني البلديه والروميه وإذا بغيتي ديري معاه بالبزين تو شي شويه الفلفله الحمراء راه حتى هي زوينه فلفله صحيحه هكاك حمراء دوك الزيودات هي كتعطي المنظر واللي بغى يحرر بها تيحرر واخا اذا كنتي بغيتي مثلا ما ديريش هاد الفلفله الحمراء مطحونه اللي حاره اللي حره اييه ديك الشوية تخلي تتكتفي غير بهذوك الزيودات الحمرين منها تتذوقي بهم منها ما كيحررلكش الزيتون واخا يلا الطريقة غادي تسلقي هذاك الزيتون بعد ما تزولي ليه العظم اييه تزولي العظم من الزيتون غادي تسلقي مع الملح والثوم هكاك صحيح بقشور داك الثوم ما تحيديش فيه القشور وكي قلنا غادي ديري داك الا بغيتي ديري دوك المزيودات حمرين غير ديريهم البال باش ما يتفرقعوا عليك باش ما يجيش حار بزاف باش ما يجيش حار واخا اذا قلنا غادي تسلقيه بعد ما تزولي ليه العظم مع الملح والثوم ودوك الفليفلات من بعد لاله غادي تصفيه وتخليه جانبا تصفيتي الزيتون تسلق ولا كان بحال دابا يلاه جديد يلاه جينا دروك ديال البحر يلاه بان من الافضل ديري ليه جوج تسلقات على ود باش تيطلق ديك المروريه كلها تتحيد منه لكن يلاه بان الزيتون تيكون شويه حار الا سقتي جوج نوبات تتصفي الماء الاول والماء الثاني صافي ما تيبقاش حار كاع تماما يعني اذا كان عادي تتسقي غير نوبه وحده يعني نسلقوه وحنا غنديروا فيه الثومه والملحه ولا حتى يتسلق وعاديك الساعه نضيفوا لا لا من الاول الثومه من الاول والثومه بسرعه واخا الثومه والملح ودوك المزيودات المزيودات ديال الحار الا بغينا اييه من بعد ملي تصفيها لاله غادي تاخذي ذاك الثوم اللي سلقتي اللي بقشوره غادي تاخذيه في واحد الكاسرونه وغادي تمعكيه بالفرشيط بطبيعه الحال ملي كتبجغي الثومه راه كتخرج كتبقى القصره في الثومه كتخرج بحال تولي بحال الطوماط الطوماط فعلا غادي تبجغيها لاله في هذيك الكاسرونه اللي بغيتي تهيئي فيها الشرميله غادي تبجغيه وغادي حتى يولي بحال الطوماط وغادي تزيدي عليه العصير ديال الحامض والزيت اللي مخلطه والتوابل اللي قلنا مثلا الطحونه والكمون الى اخره والملح وداك الشيء ياك غادي ترديه سخن على نار مهيله بزاف باش ما يتحركلكش هذوك المواد حيت قليله في الكاسرونه تيكون غير الزيت ودوك التوابل تدري عافيه مهيله بزاف بزاف غادي تخلطي هذوك العناصر حتى كتبان لك راه بدات شي شويه كتغلى صافي وطفي عليه غادي ديك في ديك الكاسرونه غادي تكبي عليها الزيتون اللي صفيتي ياك ايه كبي عليه وغادي تحركيه مزيان بطبيعه الحال غادي تهزي دوك المزيودات الفلفله ما تحركيهمش
الزيتون شي طبيصه نخليهم جانبها حتى ديرهم في الديكور. انما الزيتون غادي تحركيه مزيان في هذيك التشرميله وتخليه جانبا حتى يتشرب مزيان بلاك القوام. وديك الساعه كتبداي تحطيه في الطبيصه راه تيبقى لك حتى لثلاث ايام في الثلاجه حتى لاربع ايام، كل مره تجبدي منه بشوي بشوي وبالصحه والراحه لاله. هذا هو الصحه تبارك الله عليك خليلي. ايه فعلا الله يعطيك الصحه. كنشكرك بزاف لطيفه طبيلي من مراكش على هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم. نتمنى انه كل المستمعات يكونوا سجلوا معنا هاد الاقتراحات لانه سهله بسيطه جدا وشرحتهم لنا يعني بطريقه اللي هي مضبوطه. فنتمنى انكم تكونوا يعني سجلتوا معنا توجدوهم ان شاء الله لكل افراد الاسره ديالكم بالصحه والراحه.